أبدأ حلقتي هذه حلقتي هذا الصفير بعدين يحكي حكايتها من باب الحزم. هذا باب الحزم وهنا هذا زقاق عداس معي الدكتور عبد الله الدهاس باحث في التاريخ وهو اللي سوى كتاب عبد العزيز بن معمر الرسالة حقته اللي صار في منتدى مال السالم ولا لا إلا نعم وامور اخرى ان شاء الله كتب حتى تطلع ثانيه. هذول الناس اللي يبحثوا ويكتبوا مو كذا القوط لي اقول قال ازرق لي قال ما ادري شكله وارمي بس واقول بها واقول لا هنا الطائف ما كان هنا لا كان هنا يا ناس الطائف هذه هضبه هذه هضبه يعني زمان ثقيف يعني ما عندهم عقل. هذه المنطقه امنه ومرتفعه واروح اقعد في السيول في الاوديه يعني كلام غير منطقي ما يدخل العقل كلام غير ترى تتكلموه انتم ايا كان اسمك انت ايا ترى غلط حتى لو كنت بسوي نفسك اديب تراك والله ما غلطان 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 لا تقعد تقول لي من كتب وتقعد تغرد لي وتقعد تسوي لي توتر لي ما تويتر ما ادري حقته ما وصلت الرساله. احنا هنا اليوم عن اول مركز صار في الطائف عام 34 حق سووا كنا كده وكتبت ايام يوم كان المخرج مسك كتبت وسووه هنا ببرحة القزاز وكتبت كل مدينه لها طابعها يا دكتور. نعم صحيح وطبيعتها الخاصه البسط هي جمال وهجة الطائف سوق الطائف من زمان الدنيا. ترى احنا سوقنا غير مكة غير جدة كل الناس لهم طابعهم هناك جملة وماخذين بواخر وهذا لكن احنا مختلف يعني طابعنا مختلف فكل مدينة ما لا تقلد الثانية خليك بطابعك. فالبسط شفت انت ماشي دكتور مرة روعة شفت البسط جميلة شو البسط كيف جميلة اذا كانت منظمة اذا كانت هاي دكتور اذا كانت منظمة ما تضايق المرة وبشراف البديل لا ما في الوسط ما يصلح منظمة زي كذا واقفين بسط الناس ياكلوا بديله ياكلوا كده حتى في دول العالم تروح تنبسط من الشغلات هذه وترى تجيب الناس هذه سمة ترى للحجاز سمة وينزل تمشى البسطات خاصة في رمضان والطائف خاصة سويقة يعني وهجة الطائف بدون مركز ولا لا يا ولا المراكز ما نبغى مراكز يعني مراكز تحطها بين الحريم ما يصير. احنا طبيعتنا مختلفة احنا طبيعتنا مختلفة اهل الطائف هاي بن زيد احنا حاضره وعربه وباديه عندنا دل الحضر ودل البدو فما قرب محمد بن زيد ما اجي اسوي مراكز بين الحريم لا هذه هي يعني بس يظل اللي قاعده في الطريق تبعد شويه المفروض ما تضايق الناس واحد بعائلته ما يضايق فهذا وهج الطائف وهج الطائف. برحة القزاز خالص زقاق عداس خالص السوق ايش سببها؟ البلدية حاطة البسط كلها هنا المفروض توزعها ايه تتحرك واحلى هذا اوسع واجمل وهنا ملابس يعني اشتروا الحريم واشتروا هنا بطاطين وجزم وكله فحاطة كلها خانقتهم هناك يعني المفروض كانت توزعها هنا وهنا هنا وهنا حتى العربات هذه بيمشي هناك مو قادر يمشي هناك العربات مو قادر يمشي شوف ميتة برحة القزاز ميتة برحة القزاز ميتة برحة القزاز ماتت اللي كانت هي وهج السوق شوفوا كيف موتوها كلهم حطوهم هناك انت بلدية انت اللي تقول لهم تعال ابسط هنا حلاوة ما تبسط كله هناك مو بس هناك حتى هنا عشان اصحاب المحلات واوسع هنا ما تضايق المحلات شوفوا المنطقة كيف خالية الساعة دحين واحدة الا ربع شوفوا كيف خالية وهناك زحمة بنفس الوقت ترى شوفوا كيف خالية خالية على عروشها شوفوا كيف خالية على عروشها شايف خالي على عروشها الله المستعان خالية منطقة خالية شوفوا خالية كيف خالية محرقة ولمبات محرقة ولمبات محرقة وهنا فانوس محرقة وهذيك تغمس الله المستعان كلهم محرقة كل هذا في اليمين طفايه شوفوا كيف كلهم طفايه